بسم الله الرحمن الرحيم. كنظن المقابلة دازت في واحد الجو اللي هو عادي بالنسبة لنا حنايا، حنا كنلعبوا لا بروميير فاز دو بلاي اوف، ونشيرش بالنسبة لنا كنشيرشيو الكلاسمون باش نتكلاسو الأولى باش في الدومي فينال نلعبوا مع اللي تحت المرتبة الثانية في لوطخ بول. ف سيرتو ونجو واحد يعني 3 ماتش سوكسيسيف، دائما ما كنلعبوا بواحد الشو ديال الحيطه وافيك ان بو ديكونومي. لوبجيكتيف ديال النادي هو انه يتتوج بالبطوله والكاس، فلهذا اي مقابله اللي كيكونوا ربما ساهلين بحال دابا اليوم كنظن بانه المقابله احنا صعبنا على راسنا، لانه بالنسبه للاعبات ايزون سوسيستيمي ليكيب ادفيرس. داز واحد الوقيته اللي هي سيرتو باش كان سكور دو ديفيرونس واحد 4 بوان 5 بوان 6 بوان. من بعد اون روبخي سميتو قبطنا المقابله في يدينا وسالينا تقريبا واحد 24 فرق. بالنسبه لنا حنا لي سونسي سي دو غاني لو ماتش، اي اون سو بريبار بور دومان بور لو ماتش كونتر لي بار، هو اللي اسونسييل، هو اللي خصنا نربحوا فيه باش نبقاو في المرتبه الاولى. في الامس اليوم حاولنا نلعبوا ما نعطوش كل ما عندنا باش نستعدوا للمقابله ديال يوم غد ضد فريق الجيش الملكي، اللي هي المباراه اللي غادي تحسم لنا باش نكونوا في المركز الاول في لي بلاي اوف، باش نستطعبوا نلعبوا الدومي فينال مع الدوزيام ايكيب تاع لي بول الاخر. المهم حنا تنتمنى واستعدينا ذهنيا بدنيا، المكتب وفر لنا جميع الظروف باش بوغ لي زونترينمون ولي ديبلاسمون وكلشي، دونك ما تيبقى علينا الا نعطو ما عندنا ونحاولوا باش نتقاتلوا ونواصلوا على هذا الفوز اللي حنا غاديين عليه، واللي ما لا ان شاء الله نعاودوا نحققوا شي لقب ثاني، واللي ما لا الازدواجيه لهذا الموسم 2020 2021.